احنا لما نيجي نقول لمامي على سر بتعمل ايه؟ تاني؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا ماما؟ مفيش حاجة يا ماما. في ماما بتخبي الموبايل عني. في ايه؟ ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ مفيش حاجة يا ماما. انت اللي قللت الادب. هي مين اللي قللت الادب؟ اكيد مش حضرتك يعني. امال ايه؟ مالك عماله تشتمي في مين ولا في ايه يا مايا؟ في ايه؟ مفيش حاجه. لا انا عايزه اعرف في ايه. بس هاتي ده بس كده دلوقتي، هاتي ده كده دلوقتي وعرفيني في ايه بقى. في ايه؟ مفيش حاجه. لا في حاجه، في حاجه. قولي قولي قولي. لا. يا مايا قولي. ده انا مامتك، انا مامتك، ده انا اللي مربياك يعني. انت في حد مزعلك؟ انت في حد مزعلك؟ خلاص هقول لحضرتك. اه قولي بقى في ايه. بس ما تقوليش لخالتي. خالتك؟ وانا من امتى بقول الحاجة لخالتك يا بنتي؟ أيوة. انا من امتى بقول لخالتك؟ انا هقول لخالتك ولا طنط رهام؟ خصوصا طنط رهام يا بنتي. وانا ايه اللي هيخليني احكي لطنط رهام؟ انا ها ليه اقول سرك لطنط رهام يعني؟ ايه بقى في ايه؟ انا وريان قعدنا نشتم في بعض. ايه؟ في ايه يا مامي؟ ايه ايه ليه؟ ليه؟ خلاص انا مش هكمل. لا لا كملي كملي. لا حضرتك اتخضيتي. لا اتخضيت. بقولي بس قولي، اصل انا مش يعني قولي بس انا اتخضيت يعني. عادي عادي عشان بس كملي. بعديها منى وردوة قعدوا يدافعوا عني. فريان اتضايقت وقعت ما بينهم. اه وبعدين كانوا صحاب قوي. في ايه؟ لا لا مفيش. كملي كملي ده بس كملي منى. كملي. بعد ما وقعت ما بين منى وردوة كل الناس اتضايقت. ثواني بس، وقعت ما بين مين؟ منى ورضوى. ليه؟ منى ورضوى ليه؟ حضرتك ليه بتبتدي اسامي صحباتي؟ علشان بس لما اجي احكي اكون فاكره الاسم. لا لا يا مايا كملي كملي بس عشان انا عايزه اعرف بس كملي. وبعديها لما اتضايقوا وقعوا ما بين ريان وكل الفصل. بس يا ستي وبعديها كل الفصل وقع في بعضه وبعديها قعدوا يشتموا في بعض. انا من الاول قايلالك رنا دي مش كويسه. رنا ايه؟ اسمها ريان. ريان. انا قايلالك من الاول ريان دي مش كويسه، صح ولا لا؟ صح. قايلالك ان انت ما عدتيش تكلميها تاني، صح ولا لا؟ بس انا يا مامي متضايقه. يا ستي مش متضايقه يعني، ما مالكيش دعوه بيها بعد كده لو سمحتي. انا قايلالك على رنا دي ان انت بتقعد توقع الدنيا في بعض وتقعد تشتم في بعض. مش هي رنا ولا اسمها ايه؟ ريان. رنا. ريان. خلاص مالكيش دعوه وفرفشي كده. انت في انت مالك متضايقه ليه كده؟ لا ما تعيطيش ما تعيطيش، خدي كده فرفشي واسمعي. انت بتحبي تقعدي تسمعي البتاع؟ اقعدي اسمعيها كده وعلي بقى الصوت على الاخر وخليكي مفرفشه كده. اسمعي اسمعي اسمعي. يعني ايه ده؟ ايه كل شويه رنا ورنا؟ سامعيني يا مايا وسامع معلي الصوت ولا ايه؟ مايا سامعاني؟ مايا سامعاني؟ ايه؟ سامعاني؟ ايه؟ الحمد لله مش سامعة. الحمد لله الحمد لله. الو؟ ايوه يا شيماء. شفتي اللي حصل؟ مايا ها؟ رنا صاحبتها قعدت تشتمها خلاص؟ وقعدت تشتم منى ورضوى خلاص. وقعت الدنيا في بعض. ايه ليه بتقولي؟ ايه المشكله يا مايا؟ في ايه؟ وبعد كده رنا دي اللي انا قايله لك عليها يا بنتي. دي خالتك. دي خالتك. دي خالتك. هي حد غريب؟ يا ماما لا 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 عادي عادي. المهم يعني راحت رنا جايه وقعت الدنيا كلها يا بنتي في بعض. وقعدت تشتم مايا وقعدت تشتم صاحبتها وبعدين ريان قعدت تشتمها وقعدت بهدلت الدنيا خالص. كوتي انا قايله لك كده من الاول ولا لا؟ مش انا. ايوه هي رنا دي اللي كانت خرجت من البيت من ورا مامتها. انت قلت لها؟ يا بنتي دي خالتك. ايه المشكله؟ دي مش خالتها. دي خالتي. طب ثواني بس علشان انا معايا ويت. ثواني استني بس. مين اللي معايا؟ طنط رهام. ده انت مرزقه. طنطك رهام. ايوه يا رهام. شفتي اللي حصل؟ رنا صاحبة مايا اللي انا قلت لك عليها قبل كده جايه وقعدت تشتم فيها وشتمت في صاحبتها وقعدت الدنيا كلها في بعض وبهدلت الدنيا كلها في بعض. خلاص ما تقولش لحد. لا مش ايوه دي هي اللي انا قلت لك عليها. اقول لها كده؟ حاضر حاضر حاضر. انا هقول لمايا كل اللي انت بتقوليه دلوقتي حالا من عينيا. حاضر. ليه بتقولي؟ مع السلامه. مع السلامه. شفتي شفتي طنطك رهام وخالتك رايهم من رايي. ما طنط رهام هتقول لينا ولينا هتقول لرشا ورشا هتقول لمروه ومروه هتقول لمنى ومنى هتقول لساره. كل دول كل دول كل دول هيعرفوا يعني؟ كل دول هيعرفوا. مين بيتصل بيا دلوقتي؟ دي ساره.